المشاعر شاعر 650 الجمعة 31 أغسطس 2020 ميلادي الدكتور محسن الشيخ آل حسان. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت. إهداء إلى كوكب الفن العربي هيام يونس والكاتبة الصحفية رندة صادق بركات، وإلى جميع الأشقاء في بيروت، وإلى كل من يعشق بيروت مثلي أنا. دموع بيروت. فكيف صار طعمها؟ بيروت يا نجمة من السماء للأرض، يا نافذة تطل على مشارف الجبل والبحر، بيروت يا عاصمة الفن والثقافة وحماية العرض، يا ديرة الأبطال والأحرار والثوار والسحر، أيتها المدينة الساحرة بالقول والفعل والفرد، يا قبلة تافو لها كل القلوب في البر والبحر، يا ورقة توت كان اسمها بيروت بالطول والعرض، ما زلت يا بيروت شامخة في الكر والفر، بيروت يا سطر العرب ولحافهم في الصحة والمرض، أنت يا جنة الدنيا بيروت فيك الجمال والسحر. كفي وكفك في الدموع، فليس ينفعك البكاء ولا العويل، يا ليت أرزكي عندنا طول الدهر، بيروت لبنان بين شوامخ الدنيا الأصيل، يا بنت البنات وست الستات بالوجه والنظر، من ذبحك وفجر أرضك وقتل أبنائك العميل، ومن دبر اغتيالك وتدميرك للشيطان الرجيم، وألقى المتفجرات على وجهك الجميل، من سمم طعام أبنائك والماء وحتى الشجر، يا دمع بيروت يا غالي علينا مثل المطر، حبك واسمك وشعبك في قلبنا سكن مدى الدهر، وغدا نلتقي في مشاعر شاعر وفيروز وبيروت. لن تستسلم بيروت إلى جرذان الشياطين وكلاب الأرض، فالشعب اللبناني زبيل بطل
وسيواصل حماية أرضه وعرضه إلى الأبد. وهذا وعد ليس من لبنانيين فقط، ولكن مننا جميعا في جميع مشارق الأرض ومغاربها، خاصة من الدول العربية والخليجية والمملكة العربية السعودية بالذات. شكراً.